يوصل الكرة للجهة اليسرى والانطلاقة من الطرف الأيسر ويترخب الجزائري حمزة بوعلام تلعب تنفذ مغربية راسية جول 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 عثمان بوخريس عثمان بوخريس يفعل مع بداية الجولة الثانية. ما قلنا لكم يا مسألة فقط ثقة لعناصر المنتخب الوطني المغربي. بوخريس لم يكن متسق قياسي من أنصار هذا المنتخب. هنا كرة بمية حداري شباب أرجوكم حداري يجيب بعدها يجيب بعدها يجيب بعد الكرة الوطني المغربي كان متقدما وبذلك كان ربما في البداية يجب إيقاف الكرة من عثمان إبعادة تحضير تلقى من الجهة اليسرى كرة مغربية فرصة الثانية 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 محاولة إخراجها للسيادة العددية محاولة مغربية تقدم إلى الطرف الأيسر فرصة سلام البحث عن المراوغة فرصة 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 للأولى من عبد الله الريحاني الذي حضر الكرة هنا ومنح لأيمن مرير. أيمن سدد لاعب مستحق غير مستحق للمنتخب الوطني المغربي بالنظر لامكانيات هذه العناصر التي تسدد ساحي فرديه وبين السادس 2017 وكان خاد مجموعه من دون مقابل في المباراه على بطاقه صفراء يمنح حالي عبد الله الريحاني. لا 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 قلنا بانه الاخطاء يجب ان ننتظر في هذه الجوله الثانيه. تلقى من الشارع اليمنى المغربيه اربعه عن الفرصه فرصه التوغل كي سبق الكره وحوله خطيره جول 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 الفريق المغربي. لاحظوا الانطلاقه لاحظوا العمل من حمزه الانهاري انطلق انسل الانهاري الذي يباغت دفاع المنتخب الجزائري يمنح الاسيست لعبد الله الريحاني الذي يضيف الهدف.